طابت ليلتكم مشاهدينا الكرام، نرحب مجددا بالساده الضيوف من كوفنتري الاستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، ومن الرقه الاستاذ احمد الشوا مسؤول مكتب العلاقات في مجلس ادلب الخضراء، ومن هولندا الاستاذ طالب ابراهيم ممثل حزب سوريا المستقبل في اوروبا. مرحبا بكم جميعا على شاشه رونا. هي استاذ رامي عبد الرحمن، سنبدا معكم باذن الساده الضيوف. ما طبيعه المواقع التي يقصفها الاحتلال التركي اليوم في اقليم شمال وشرق سوريا؟ نعم، مساء الخير، تحية لك وللضيوف الكرام والمشاهدين. طبيعة الأهداف هي بنى تحتية، هي جرائم حرب ترتكبها القوات الاحتلال التركي يعني صمت دولي والساكت عن الحق شيطان أخرس، كمحطات الكهرباء، محطات المياه، محطات الغاز. وشاهدنا ونشرنا بالصوت والصورة كيف يكون هناك تعمد، وهناك قرار، وهم يعترفون بأنهم يدمرون البنى التحتية في شمال شرق سوريا. واليوم كان هناك قطع للتيار الكهربائي نتيجة هذا، والمياه نتيجة القصف من قبل قوات الاحتلال التركي عن أكثر من 700 مدينة وبلدة وقرية في شمال شرق سوريا، ومن شمال شرق حلب وصولا إلى أقصى شمال شرق سوريا. أي أن هناك من يدعي بأنه حنون ويتباكى على ما يجري من إجرام في قطاع غزة، هو يمارس ذات الإجرام بحق أبناء الشعب السوري في شمال شرق سوريا. ولكن يعني في غزة هناك من يستحي أن يكون عميد الإسرائيلي، لكن اليوم في سوريا هناك كثير من العملاء للاحتلال التركي، بل البعض من يدعي بأنه معارض سوري يصفق لقوى الاحتلال التركي عندما تدمر البنى التحتية في شمال شرق سوريا. وأيضا النظام صامت يعني بشكل كبير جدا، وكأنه هو يريد أن تدمر تركيا المعامل وتدمر البنى التحتية في شمال شرق سوريا. طيب، ما حقيقة أستاذ رامي، ما حقيقة ادعاءات وسائل إعلام الاحتلال التركي بأنها قتلت أعداد كبيرة من مقاتلي قسد خلال هذه الهجمات؟ يعني هناك نفي واضح، نشرنا أكثر من مرة نفي من قبل المرصد عن ما قالته وزارة الدفاع التركية. مرة قالت هناك تحييد 9، مرة أخرى تحييد 7، ولم يكن هذا العدد. يعني أين قتلتهم؟ في المعامل، في معامل الكهرباء، في معامل الغاز، في محطات المياه، أين قتلت هؤلاء؟ هي تقصف البنى التحتية وتعترف بأنها تدمر البنى التحتية. لكن يعني دعنا نقول بأن هناك نفاق دولي، يعني لم نستمع لا لألمانيا ولا لبريطانيا ولا لأوروبا ولا لأمريكا تحدثت عن ما تقوم به تركيا من جرائم حرب بالصوت والصورة. لذلك أقول بأن على من هم في شمال شرق سوريا مقاومة الاحتلال التركي، لأن المجتمع الدولي ظهر بشكل واضح بأنه منافق ولا يهتم لحقوق الإنسان. ألا يعتبر هذا العدوان أستاذ رامي يعني اعتداء على السيادة السورية؟ أين السوريون الذين منذ سنوات وعقود يدعون بأنهم حريصون على وحدة وسلامة وسيادة سوريا؟ أي سوريين منهم تتحدث؟ سوريون محمد الجولاني الذي لديه حكومة مدعومة من قبل المخابرات التركية، سوريون المترجم عبد الرحمن مصطفى، سوريو بشار الأسد في دمشق الذي لا علاقة له بالسيادة الوطنية، هو فقط يتحدث عن السيادة الوطنية في الإعلام وأمام جمهوره. الذي هو أيضا أعتقد بأنه يعلم بأن بشار الأسد بعيد عن السيادة الوطنية. لذلك أقول بأن لا يوجد من يتحدثون إلا من يعتبرون أنفسهم أبناء الشعب السوري وليسوا بيادق بيد الاحتلال التركي، سواء أبو محمد الجولاني أو عبد الرحمن مصطفى. لأن أبو محمد الجولاني هو سعيد بما يجري من تدمير بنى تحتية في شمال شرق سوريا، وإذا ما طلب منه من قبل الأتراك بالتحرك ومهاجم القوات السورية الديمقراطية سوف يهجم. وشاهدنا أيضا من الذين احتلوا عفرين مع قوات الاحتلال التركي، وهم عبارة عن يعني تبين لاحقا بأنهم بالصوت والصورة هم ليسوا إلا مرتزقة ولا علاقة لهم بالوطنية. ولكن أين من هم يعني في الائتلاف السوري المعارض، وأين منظمات حقوق الإنسان التي يعني نشاهدها عندما يتعلق الأمر فقط بالانتهاكات، سواء يقولون بأنها من قسد أو حتى انتهاكات النظام السوري، وهم بعضهم يعني عاش الاعتقال ويحصل على أموال طائرة من دول غربية في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا. شكرا جزيلا، سنكتفي معكم بهذا القدر. السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري، شكرا جزيلا لك.